سلام. تعرفوا زمان الرحالة كيف كانوا يفعلوا؟ كانوا يمشوا من مدينة لا مدينة، ولما يحنا بمشوا داري أن يرقد يا أما أنه يفرش حقها السجادة أو whatsoever في الطريق ينام، أو لو كان برد أو مش مناسب الجو يشوف أطراف بيت من البيوت الذي بيمر عليها يدق الباب ويقول سلام أنا مسافر ورحالة، هل ممكن تستضيفوني عندكم؟ وزمان كانوا البشر طيبين، كانوا دائما يفعلوا واجب الضيافة وأهلا وسهلا ويأكلوا ويقوم الصباح ويمشي، لكن على مدار جلسته يحكي لهم قصص رحلاته، وكانوا الناس يفرحوا قوي بالرحالة لأنه يجي يكلمهم على أماكن وعوالم هم ما شافوهاش. فأنا بنسوي نفس الشيء لكن باختلاف في الأسلوب أو الطريقة، لأنه أتخيل إن أنا لو أدق الباب أقول سلام ممكن تستضيفوني عندكم، أقول إيه لو سمحت 911 ألو. هذا الزمن عصر التكنولوجيا، يمكن الناس تطورت لدرجة تنفر من هذا الشيء، تقول كيف واحد يسافر ويصير يجلس في بيوت الناس ويستغربوا، لأن إحنا أصبحنا في حضارة إنه كل واحد لحاله، ما عبش هذاك المشاركة والاندماج. الشيء الوحيد الذي سويته قبل ما أوصل لبالي إن أنا دبرت الهوستس، ودبرتهم عن طريقتين. الهوست الأولى دبرتها عن طريق الكوتش سيرفينج، والكوتش سيرفينج عبارة عن برنامج أو بلاتفورم يجمع بين المسافرين واللوكلز الذي هم أهل البلد، بحيث يسمح لللوكلز إنهم يستضيفوا المسافرين في بيوتهم بمقابل إن المسافرين يعني سوشيالايز معاهم ويحكوا لهم حقهم القصص إلى آخره. شأسوي حلقة مفصلة عن الكوتش سيرفينج وتجربتي فيه وتيبس ونصايح إن شاء الله في المستقبل. أما الهوست الثانية فدبرتها عن طريق خلينا نقول مهارات الكوميونيكيشن، طريق واحدة صاحبتي تعرفت عليها في ملانج ووقعنا صاحبة قوي دلتني على صاحبتها الذي في بالي، قالت لي هي ساكنة مع عائلتها وعائلتهم عائلة بالينيز، so if you go there you will get the full local experience. and I was like oh my god. بالي هذه المرة كانت بعيون بنت وعائلة من أهل بالي. في بالي قلت أجي لها أنا وما لا أغادر بالي بدون ما أكون شفت أبد. في كثير أماكن ما سرت لهاش بحكم الطريقة الذي بنسافر فيها وحكم الوقت، بس أتمنى أن أرجع مرة ثانية هنا إن شاء الله. إن شاء الله أجي مرة ثانية هنا وأفعلها كذا شهر أسير كل ضغطي فيها.
طيب مش انا قلت لكم ان انا جلست انا هوستين. الهوست الاولى تيفاني، بنت حبوبه وقويه، تكلمنا عن ثقافاتنا المختلفه، وانا ما شاء الله ما قصرت عن اليمن. اكثر شيء تفننت في الحكايه عنه هو الاكل اليمني، هكذا من داخل قلبي حكيت. التجربة الذي مع العائلة كانت تجربة لهيبة 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 رهيبة، واستقبلت نيراني ما أحلاها، بنت عسل عسل عسل. دخلتني الغرفة عندها وكان قدو ليل، لقيتني الصباح أسمع صوت موسيقى عالي قوي، واستغرب يعني موسيقى من صباح صباح الساعة 7. لين أخرج من الغرفة يقتلني الفضول، دريقن دريقن دريقن، وأبصر المنظر هذا قدامي في الحوش حق البيت، في ناس خيرات بتريضوا. واسأل راني ايش هذا، تقول لي امي تشتي، امي تهتم بصحتها وجسمها فتشيل رياض، وبابا جاب هذا الاستاذ وقال لكل الذي في القريه الذي يشتي رياض مع زوجتي تفضل نسوي دروس جماعيه. قلت ما شاء الله والنعم. قالت لي يو كان جوين اف يو وونت، وانا اصلا قلت بدون ما تقولي يا راني، قد انا بنفسر هذيك البقعه لك كاني بتقول تعالي يا سميه هذا مكانش. طبعا نطيت وشاركتهم الرياضه. بعد الرياضة اصطبحنا وتعرفت على الأم والأب، وبدأنا نحكي، بدأوا يسألوني الأسئلة المعتادة من أيننا، وسألوني كل حد يعني هكذا، كان الفضول ملانهم، وكانوا كمان أكثر شيء فضولين على اللغة العربية، جالسين يسألوني إيش معنى كذا وإيش معنى كذا، وكانوا متحمسين إنهم يتعلموا، وأنا أعلمهم ما شاء الله جبرهم محلاهم. إذن الأب قال خلاص أنتي مثل بنتنا، وإحنا عسرنا كل أكل بحري مع العائلة كلها، وأنتي يا سمية عجي معنا هكذا، عجي معنا بدون أي كلام، ما بش تشتهي جاي معنا، وأنا حاضر هاي هاي. صرت معاهم، أخذت طريق السيارة 3 ساعات، وطلعت أنا في السيارة مع راني وثنتين عماتها قدام بيسوقين، وين بيسوقين يا الله والتحشيش. كل واحدة بتحكي لي قصصها وقصص أيام الشباب وقصص الحب والصبا والمغامرات، يعني كانت رحلة حالية هكذا، جلسنا نتكلم على طول الطريق. بعدين وصلنا للمطعم، ولما وصل المطعم أفاجأ أبصر كل الأهل هانكة، أقول الأهل يعني الخالات والعمات وعيال العم والأجداد والمعرفة، يعني كل العائلة هكذا شجرة العائلة من أصغرهم لا أكبرهم. هكذا صرت قلت يا حتى أنتوا هكذا تتجمعوا يوم الجمعة مع عائلتكم، على طول نبعث بي الذاكرة يوم الجمعة حقنا. احنا مش انا داري انتو كيف، بس احنا كل جمعة كنا نسير بجدو ونتغدى في بجدو ضروري، هذا كل الخالات والعمات والجدات كل الاهل بيوقع غدا محترم بنت صحن وشفوت وعصيد وشمطة. انا كده انا خاورة شمطة يا خلق الله، ما نعرف اللي شمطة. نرجع لعندنا وسيا. بعدين وصلنا وجابوا الاكل، ربت اشياء لأول مرة، مثلا جربت الكراب. طول عمري وانا اشتي اجربها بس ما اتيحت لي الفرصه، طلعينا بنجربها. المهم جربت شيء اسمه فيش ستيك او حاجه، السمك مش انا ادري كيف يفعلوه داخل العصايات ويشوهون زي ما يشوهوا الكباب. طعيم هذا الشيء الذي يصير لا بالي، ضروري يجرب الفيش ستيك ضروري لانه طعيم قوي. واكلنا اكلات ثانيه نسيت اسمها، فكان الاكل موح. واحنا جالسين بناكل بنفسر هكذا الجو، خرجت هكذا شويه ابصرهم يلعبوا ويضحكوا ويتمازحوا، هذا يتكم هذا وهذا يتكم هذا، ويتضربوا على الاكل شويه وكذا. على طول على طول على طول رجعت لي الذاكره لايام بيت جدي، تماما نفس المشهد بس اللهم على وجوه مختلفه. على طول اتذكرت الغداء حق يوم الجمعه، بنشوف هكذا انعكاس لعائلتي هنا قدامي، يعني حسيت بانشطار روحي، يعني جزء من روحي صار عايش في الذاكرة الذي هي وأنا بنتغدى مع بيت جدي، وجسمي عايش وأنا بنتغدى مع عائلة اندونيسيا، يعني حسيت إن أنا جزء منهم. بس الإحساس هذا سببه إنه كان في ارتباطات من الأحداث اللي بتحصل قدامي في ذاكرتي، إن أنا جزء من بيت، إن أنا بنتغدى في بيت جدي. فهمتوا كيف الفكرة ولا عيدها؟ أقول لكم دعموا، بس كان هذا الشعور. ففجأة هكذا وأنا بناكل معهم، يعني لا إراديا هكذا سكت وجالي يعني هكذا شعور بالحنين. أوكي المهم بعد ما تغدينا قالوا شوية جربت الدوريان، وأنا إنه
دوريان سمعت عنها، قالوا الناس قالوا لي خيرات ناس من الذي كانوا في ماليزيا انه شمها شوعة وطعمها يغاثي، لا تجربيهاش. نايس تراي. تعرفوني يعني شجرب شجرب، لان انا ضروري احكم على شيء بنفسي. قلت لهم يس 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 اي ونت تراي، فقالوا يلا نصير ناكل دوريان. فصرنا جبنا دوريان و قطعوا الدوريان واخذ الدوريانة. Okay, this is the first time Sumaya eat durian. Yeah. First time. Yeah. It's interesting. لا. العائلة اللي من بالي الذي جلست عندهم كانوا جدا كريمين معايا وعملوني كأننا بنتهم، كأننا واحدة منهم. وكنت استغرب ان انا دائما اشوف باب البيت مفتوح وان الناس في ناس دائما غريبة داخلة خارجة، المطبخ شغال طبخ والناس تاكل 24 ساعة. استغربت. اكتشفت بعدين ان الاب حاجة في قريتهم، الناس يحترموه جدا، يستشيروا في مشاكلهم، بيته مفتوح للكل، الذي يشتي يدخل ياكل ياكل، الذي يشتي يدخل عنده مشكلة يقوم يحلها لها. الاب كريم، يده مبسوطة للكل. الله يحفظكم يا عمو، وانا بصراحة شفت عين الكرم فيكم. كل شيء ينتهي وله نهاية، وحان وقت الوداع. خاصة حاجة في رحلاتي لحظات الوداع هذه، خاصة لما الواحد يتعرف على ناس يدخلوا قلبه او في مش من اول لحظة بس في فترات قصيرة. راني حبيتها وحبيت عائلتها، وحسيت اننا في عند عائلتي الذي في اندونيسيا ومعي بيت ثاني الان في اندونيسيا خاصة في بالي. اتمنى لهم كل التوفيق. I'm gonna say few words for Rani in Bahasa. Please pardon my Bahasa because I'm not that good. I'm still learning, but yeah. Rani, sayangku, cintaku. Aku merasa sangat senang berada di rumahmu. Kamu sangat cantik dan baik hati. Aku benar-benar mencintaimu dan keluargamu. Aku berharap kalian menjalani hidup yang indah dan bahagia. Benar-benar sulit untuk meninggalkan kalian yang kuanggap sebagai keluarga sendiri di Bali. Terima kasih telah menyambutku dengan ramah dan sampai bertemu kembali.